طاب مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. نبدأها بأبرز العناوين. السيسي أمام ميونخ للأمن، يجب على العالم التوحد لاقتلاع الإرهاب. ميركل: مصر ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا. وزير الصحة تعلن انطلاق حملة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس. خيمة أبناء العبابدة لتنشيط السياحة، أكلات ورقصات ومشغولات يدوية. نتنياهو على رأس وفد عسكري إلى موسكو الخميس المقبل. تحت شعار فاضل كيل، السترات الملونة تتظاهر في ألمانيا. مولر يتهم أحد مستشاري ترامب بالتخابر مع ويكليكس. ميغان ماركل تعود للسينما بليلة عزاب جامحة. وحلم النمنم يكتب البغدادي والخوارج. ومن العناوين إلى التفاصيل نبدأها من ميونخ. فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب بات ظاهرة دولية تؤدي لزعزعة استقرار المجتمعات، ما يستلزم من جميع دول العالم بذل جهود حثيثة وصادقة لاقتلاع جذوره. وقال الرئيس السيسي خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن أن مصر حذرت أيضا من انتقال الإرهابيين الأجانب من سوريا بعد انتهاء الأزمة إلى مناطق أخرى، ما يطرح تساؤلات حول من يحرك هؤلاء من دولها إلى المنطقة ويمدهم بالسلاح والأموال ويدعمهم سياسيا. إن من أهم القضايا الملحة كذلك على الساحة الإفريقية هي قضية الأمن في ليبيا، وهي قضية تتطلب منا جميعا تقديم الدعم اللازم للمسار السياسي ولجهود المبعوث الأممي والعمل على دعم وتمكين مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية. وقد حرصت مصر على تقديم العون للأشقاء في ليبيا لمساعدتهم على استعادة عافيتهم وتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء عملية سياسية مستدامة بما ينعكس إيجابا على الشعب الليبي والوضع الإقليمي في منطقتي شمال إفريقيا والساحل الإفريقي. كما نبه الرئيس السيسي إلى أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالشرق الأوسط. وللتعليق عما لدينا من موضوعات ينضم إلينا في الاستوديو سيادة العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد، أهلا بك معنا اليوم. أهلا بك. إذن بشهادة رئيس مؤتمر ميونخ، قال أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر هي مشاركة تاريخية وأساسية ومهمة جدا لإعادة ربما التعاون وصياغة الشراكات بين أوروبا وأفريقيا. واليوم الرئيس السيسي تحدث عن الإرهاب وعن القضية الفلسطينية وأهمية تضافر الشراكات ربما ما بين أوروبا التي ضعفت بشكل كبير بسبب مشاكلها الداخلية وبين أفريقيا. من وجهة نظر حضرتك، هل تتمكن مصر من أن تجعل الرؤية المصرية تكون مؤثرة بشكل كبير في هذا المؤتمر ليتم تطبيقها مباشرة؟ مؤتمر ميونخ للأمن مؤتمر غير رسمي، وهذا ما يميزه عن غيره. نعم. الفعاليات الرسمية أنت مجبر يعني كمنظم أن تدعي من له الحضور، يعني زي الجمعية العامة المتحدة بيحضر فيها كل الدول الأعضاء في الجمعية العامة اللي هي معظم دول العالم تقريبا عدا دولة أو اثنين. أما الفعاليات الغير رسمية فأنت بتدعي طبقا لمن يضيف قيمة مضافة للفعالية، ولهذا تم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، بصفته ممثل للمجموعة العربية، بصفته رئيس لمصر، بصفته أنه له رؤية تحدث عنها منذ توليه في 2014، سواء في كلماته في الجمعية العامة المتحدة أو في هوامش الفعاليات زي المجموعة العشرين وفي الاتحاد الأفريقي وفي كل اللقاءات الثنائية الكثيرة الحقيقة في جولاته الأوروبية أو من استقبلهم. ده في كلمة الرئيس ومداخلاته، هو بالفعل وصل وجهة نظر مصر، أفريقيا، العرب لصناع القرار اللي هم حاضرين في 600 من الباحثين والمؤسسات البحثية، المؤسسات الدولية، بالإضافة للرسميين اللي هم تقريبا
30 رئيس و80 وزير ما بين وزير دفاع وزير خارجية وزراء أخر يعني من تخصصات. قوة السينك تانك أو دوائر صناعة القرار أنا من وجهة نظري أهم من اللقاءات الصينية. يعني الرئيس مش محتاج فعالية عشان يسمع ميركل أو فولفغانج اللي هو رئيس المنتدى أو رئيس رومانيا، مش محتاج ده، يعني في خارجية في لقاءات صينية. لكن لما تحدث الرئيس في كلمته اللي كانت الحقيقة كلمة شاملة ووافية جدا، وكان لي حظ ان انا اعلق عليها في قطاع الاخبار في النيل الاخبار في التلفزيون المصري، كانت تشمل كافه الدوائر. يعني تحدث نيابه عن العالم، تحدث عن افريقيا كرئيس الاتحاد الافريقي، تحدث عن العرب، عن القضيه الفلسطينيه، عن الصراعات، عن الارهاب، في يعني وكلمه كان بيطرح فيها يعني المرض ومقترح الدواء وليس قضيه المرض، لان معظم العالم يعلم المرض. انا ارى ان الرئيس في مداخلاته أشار أنه بيتحدث بلغة سهلة بسيطة، ليس لغة يعني خبراء، حتى يصل كلامه ورؤيته للمواطن على مستوى العالم. طبعا أنتوا عالمينه وعارفين فعليها كذا لمئات الملايين بتراها، ربما مليارات في على مستوى العالم. وكالات الأنباء نستفيد بهذا الزخم الإعلامي في أنه هو وصل ما يحدث في مصر، ملف الوحدة الوطنية، ملف مكافحة الإرهاب، ما يحدث في أفريقيا، القضية الفلسطينية، الأساس النزوح اللي هي الأزمة الكبيرة، النزوح والهجرة القصرية ومسبباتها، وطرح بشكل واضح أن الدول القارة منفردة أو إقليميا لن تستطيع مواجهة هذه التحديات. فهذه الحالة نقل الكرة إلى ملعب الأوروبي، عليكم أن تساعدونا بما استطعتم سواء في التنمية أو محاربة الإرهاب أو دعم الدول الوطنية. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، التي رحبت بزيارة الرئيس لألمانيا مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر في مختلف المجالات باعتبارها ركيزة استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا. من جانبه أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واستعرض الرئيس أولوية الرئاسة المصرية للاتحاد خاصة فيما يتعلق بتعزيز اندماج القارة اقتصاديا وتجاريا في إطار الاتفاقية التجارية الحرة القارية. برجع لحضرتك مرة أخرى سيادة العميد، وأشكرك على التحليل الوافي للسؤال السابق. حضرتك ذكرت أن مصر هي صوت الأمة العربية وحاليا أيضا الأمة الإفريقية. طيب، دعيت مصر لثقلها السياسي، كيف يمكن الاستفادة من هذا الثقل السياسي للوصول إلى تفاهمات اقتصادية وسياحية ما بين الدول الأوروبية والقارة السمراء؟ الرئيس تحدث بلغة صادقة كعادته، مباشرة بدون مواربة، حتى في جزء هو لام على بعض الأمور، منها يعني عدم تصويب الخطاب الديني، وأنه هو تحدث عن تصويب الخطاب الديني وأهمية الخطاب الديني اللي هو انحرافه بيؤدي إلى الإرهاب والتطرف. مصر لما تحدثت عن أن القارة عاجزة، طرح الرئيس إيه المطلوب من الاتحاد الأوروبي؟ المطلوب حددها أن توجد قاعدة مشتركة عسكرياً وأمنيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، يعني يبقى في كومن جراوند بيننا وبينهم، بيننا كأفارقة وبينهم أرضية مشتركة، أرضية مشتركة، عشان دي تبقى منطلق ان احنا نواجه التحديات المشتركة. ليه؟ لان طبيعة التحديات الخمسة اللي قالها الرئيس، ومنها طبعا الصراعات والنزاعات والإرهاب وتأخر التنمية، معظمها عابرة للحدود، والحدود أقصد ليس حدود القارة لكن حدود العالم. صح. يعني الهجرة غير الشرعية بيخرج من دولة أفريقية ويصل سواء لصقلية أو لليونان أو وممكن يوصل لألمانيا ودول كثيرة. فهذا لن يتم إلا بأن يتم معالجة الأمور بطرق غير تقليدية. فالرئيس عايز يقول لهم يا جماعة اللي احنا بنحكي فيه من سنين ما بقاش ناجع، ما بقاش مفيد، فعلينا أنه يعني نطرح حلول غير تقليدية. الحلول غير التقليدية هو طرحها في آلية للتنمية، لأن أنا الدولة الوطنية إذا ما كانش فيها تنمية هتنهار،
لو ما كانش في تنميه الناس مش هتلاقوا تاكل وتشرب، هتنزح لدول الجوار، دول الجوار هتتاثر، تبتدي دول الجوار تنهار، من دوله لدوله تنهار لغايه ما تعم الفوضى. افريقيا ربما تكون اكثر دول العالم بتدي موارد، اللي هي الموارد، المواد الخام. صحيح، اكثرها واكثر دول في الخام. يعني اقل دوله بالظبط. فهو ازاي نحولها لدوله فاعله في الاقتصاد العالمي؟ لو تحولت لدوله فاعله في الاقتصاد العالمي هتضيف للاقتصاد العالمي قيم مضافه، هتمنع الهجره غير الشرعيه. مصر نجحت في القضاء على الهجره غير الشرعيه من سبتمبر 2016، اشار سياده الرئيس لده، لكن تجربه مصر ما نقدرش نعممها على باقي دول القارة. استشف من كلامك سيادة العميد تفاؤل وامل، يعني ممكن مؤتمر ميونخ يخرج باتفاقيات بشراكات اقتصاديه بصيغه متناغمه ما بين المجتمع الاوروبي والافريقي؟ احيك على السؤال، لان في ناس كتير ماهيه المؤتمر غير واضحه. المؤتمر لا يخرج ببيان ختامي ولا توصيات ملزمه، ولكن في مرحله من التفاعل، هذه التفاعلات تؤدي الى اتفاقيات شراكات تنقل بعد ذلك للمنصات الرسميه او الثنائيه او متعدده الاطراف، فتخلق واقع جديد مختلف عن طريقه الامم المتحده. الامم المتحده بتاخد قرارات. فانا شايف يعني وانا عندي يقين وتفاؤل ان رساله الرئيس في دوائر الانتماء اللي هي العالميه والعربيه والافريقيه وكرئيس لمصر نجح في توصيل رساله واضحه توضح صورة للعالم، واللي قالها الرئيس بشكل واضح أن ما حدث في مصر في آخر 5 سنوات ربما يكون غير واضح. تحدث الرئيس عن ملف حقوق الإنسان في أسبقياته، ولكن خصها بشكل واضح أن حقوق الإنسان بطريقتها الكاملة الشاملة، اللي طبعا أولها حق الإنسان في الحياة، وليس قضية اللي هي بوتيكات حقوق الإنسان المدعومة من دول بتدعم الإرهاب من ناحية وترفع شعار حقوق الإنسان من ناحية أخرى. قال العميد أو العقيد عفوا تامر الرفاعي المتحدث العسكري أن قوة الارتكاز الأمني بشمال سيناء قامت بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، مضيفا أن القوات تمكنت من القضاء على 7 من العناصر التكفيرية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد 14 ضابط آخرين، وجاري استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم غدا الأحد وحتى 2 أبريل المقبل، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن الحملة تستهدف توقيع الكشف على 11.5 مليون تلميذ. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن التلاميذ المصابين سيتم تحويلهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي للعلاج مجانا. داخل وادي رعدة بمحمية وادي الجمال جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر، قررت قبيلة العبابدة إقامة خيمة صديقة للبيئة لاستقبال السائحين من هواة السياحة البيئية ورحلات السفاري للتعرف على البيئة والثقافة البدوية للسكان المحليين من أبناء العبابدة المقيمين داخل المحمية، وذلك ضمن مشروعات التنمية المجتمعية للمجتمعات البدوية بجنوب البحر الأحمر، والتي تهدف إلى الارتقاء بمعايير الحياة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وحياة كريمة لأبناء القبائل. بالعودة لحضرتك سيادة العميد، ربما بالأمس كان معنا خبر عن إقامة ماراثون في منطقة الأهرامات، واليوم نتحدث عن نوع مختلف ربما من الفعاليات لتنشيط السياحة في هذه المنطقة، منطقة حلايب وشلاتين، وهي منطقة بطبيعة الحال عزيزة علينا. برأيك هذه المبادرة البيئية إلى أي مدى يمكن أن توصل رسالتها، وهي أن أيضا حلايب وشلاتين موجودة على خريطة التنمية؟ يمكن انا كنت حظي كويس ان انا خدمت في المنطقه دي من مرسى علم لغايه خط عرض 22 بتشمل حلايب وشلاتين وبورامات. نعم. المنطقه دي منطقه بكر، واعتقد انها هتكون عنصر مضاف للسياحه في مصر. المنطقه دي فيها مجموعه من المحميات، سواء وادي الجمال او في الجنوب جبل علبه. يعني لما لو واحد مصري راح هناك هيبقى اولا هيكتشف العمق الافريقي لمصر اللي ممكن ما يشوفوش في اسكندريه مثلا، هيكتشف قبائل العبابده، قبائل البشاريه، وما لديهم من فلكلور وتراث
يضاف طبعا للتراث النوبي اللي موجود في وادي النيل والتراث الصعيدي والتراث البدوي. فأنا أعتقد مطلوب من وزارة السياحة أن لا نكتفي بقرى على الشريط الساحلي كما حدث في الساحل الشمالي، بل الاستفادة من مثل هكذا، لأن أنا أعتقد أن يعني سفاري يضيف يوم ليلة سياحية يعني مليارات الجنيهات، يضيف جذب سياحي، يضيف طبيعة سياحة مش موجودة في ملهاش بديل، يعني حتى الغردقة مش شبهها. فنتمنى أن يتوسعوا في هذا الموضوع، طبعا مع الحفاظ على المحميات الطبيعية. الجزء اللي هو الجنوب شرقي في مصر اللي بيمتد من مرسى علم لغاية خط 22، ساحل وبحر وصحراء وجبال، أنا أعتقد هتكون مورد سواء معدني أو سواء للزراعة أو حتى اللي هو الموضوع السياحة. فنتمنى إن احنا قريب جدا نشوف فعاليات كتير في المنطقة دي. يمكن أنا عشان أنا جنوبي يعني سواء جنوبي النشأة أو جنوبي الخدمة، فأنا متعاطف جدا مع المنطقة دي، اللي شفتها الحقيقة ما ببالغش الحقيقة. أما الآن موعدنا مع فاصل ونواصل من بعده نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس، انتظرونا. نعود وإياكم إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس والشأن الخارجي من سوريا، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العراق ولبنان إلى جانب روسيا وتركيا وإيران يمكن أن يصبح مشاركين في عملية الستانة حول التسوية السورية. وقال أردوغان لصحفيين أتراك على متن الطائرة عائدا من سوتشي، حيث شارك في اجتماع ثلاثي لرؤساء روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا، إن عملية الستانة تستمر كعملية إضافية لعملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وهي ليست بديلا لجنيف على الرغم من فشل جنيف. برحب بحضرتك مرة أخرى سيادة العميد. عايزة أستفيد من حضرتك عسكريا، هل تعتقد أن ثلاثية الستانة سوف تضع النقاط فوق حروف مستقبل سوريا أم لا؟ هي وضعت بالفعل، مش لسه هتوضع ولو تضع. ولو قارناها بجنيف، جنيف محطوطة عشان تاخد الشرعية، لكن باي دي فاكتو أستانة بايدي جير نروح جنيف، يعني عشان ناخد الشرعية ناخدها في جنيف. لكن الواقع أن جنيف لم تحقق القرار 2254 اللي هو أساس الحل السوري، لم ينفذ. وبيراهنوا من أيام دي مستورة وانت قابلتيها أمل في المؤتمر على أستنى أن تحدث الحالة. مفيش الروس الإيرانيين طبعا وقبلهم السوريين الأشقاء يعني نظام بشار الأسد انتصروا، وخدوا اللي انتصروا بيه راح يكسبوا بيه سياسة في أستنا. مفيش حد في التفاوض ولا دايما بيكسب وهو خسران في الميدان. انت بتروح في التفاوض تترجم مكاسبك الميدانية إلى مكاسب سياسية. جنيف ما انتصرتش لسبب الرعاة الرئيسيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة لم تنتصر في سوريا، وتخبطت ما بين الانسحاب والبقاء، ولا زالت تتخبط ولا نعلم يعني هل هناك داعش من وجهة نظر أمريكا أم لا. فبالتالي أستنا بتتحول لإطار شامل يشمل ربما كل الشام يعني والعراق كمان، يعني العراق تبقى موجودة، لبنان تبقى موجودة، هذا يبقى موجود. في الآخر لما يوصلوا لصيغة المنتصر التي تحقق مكاسب المنتصر، والمنهزم يعني يحصل على ما يعني اللي هو عقد الإذعان ما يعطيه له المنتصر، بعدها تتبلور الصورة فتروح للأمم المتحدة عشان تاخد التوقيع والشرعية الدولية. الروس يعني بيديروا عملية ناجحة جدا ومعقدة جدا، يعني ربما يصعب فهمها. وجهة نظرك أنها ليست فرصة ضائعة إنما هي حقيقة على الأرض الواقع؟ هو حقق على الأرض الواقع لا يضيع. هو الروس حقق نجاحات من لا شيء، وأمريكا وحلفائها خسروا كل شيء مع أنهم كانوا يعني يمتلكوا كل شيء في وقت من الأوقات قبل دخول الدب الروسي على الخط. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا من كبار الضباط سيرافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته المقررة إلى موسكو الخميس المقبل. وسيؤكد نتنياهو خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيؤكد على تمسك بلاده بطرد القوات الإيرانية من مناطق تعهدت روسيا بإخلائها من الإيرانيين
في سوريا. بالعودة لحضرتك مرة أخرى سيادة العميد، يمكن حضرتك كنت بتتكلم أنه الروس تمكنوا من أن يكسبوا في على الأرض ميدانيا هذه المرة أو في هذه الزيارة، زيارة نتنياهو، ما طبيعة هذا الاتفاق الذي يقضي بطرد الإيرانيين أو بقائهم في أماكن معينة بين هلالين في سوريا؟ في بداية الوجود الروسي في سوريا، العسكري الروسي سافر رئيس الوزراء الإسرائيلي لموسكو ووضع مع السيد بوتين الخطوط الحمراء، ومنها ألا يكون هناك وجود دائم للإيرانيين، ألا يكون هناك قواعد عسكرية على الساحل، ألا يتم تهريب أسلحة معينة إلى حزب الله، وألا يتم يعني تنفيذ الطريق البري ما بين طهران والضاحية الجنوبية في بيروت. أنا أعتقد ومن تشابك طريقة إدارة السياسة الروسية أنه يحقق لإسرائيل يعني بعض الأمور ويحافظ على الخطوط الحمراء، فده التعقيد في السياسة الروسية. يعني هو حليف لإسرائيل، مش يعني ما حدش يراهن أن الروس يقف ضد الإسرائيليين، يعني ما بينهم ربما يتخطى ما بين الأمريكيين، لكن أنا أعتقد في هذه المرة سيؤكدوا على الخطوط الحمراء، ولكن لن يأتوا بجديد. هيطلبوا من الروس ان هو يتجاوزوا موضوع اسقاط الطائرة اليوشن، وان يعيدوا مرة اخرى لإسرائيل حرية التحليق في الاجواء السورية واستهداف الاهداف الايرانية، وصولا الى يعني مناكفة ايران ومنعها من الوجود الدائم على الاقل. تعتزم حركة السترات الملونة الألمانية تنظيم تظاهرات على غرار حركة السترات الصفراء في فرنسا، وأعلن تحالف انهضوا الذي أسسته الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أنه من المقرر تنظيم تظاهرات ومسيرات في 14 مدينة على الأقل تحت شعار نحن كثيرون نحن متنوعون فاض من الكيل، ومن المخطط تنظيم مسيرات للمطالبة بسياسة جديدة تضمن تحسين فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية في الشيخوخة. وشهدت دول هولندا وبلجيكا والنمسا وصربيا والمجر تظاهرات على غرار تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا. برجع لحضرتك مرة أخرى سيادة العميد، يمكن السترات الصفراء أحدثت ضجة في أوروبا، توالت التبعيات لها. عايزة أفهم من حضرتك، هل هي عدوى وزوبعة في فنجان أم سنشهد احتشاد في ميادين أوروبا في الفترة المقبلة؟ لا، سنشهد احتشاد، وأنا من وجهة نظري المتواضعة أن كما سقطت الشيوعية وأثبتت أنها غير صالحة للحياة وسقط الاتحاد السوفيتي، أنا أعتقد الليبرالية أو نيو ليبراليزم، الليبرالية المتوحشة، الرأسمالية المتوحشة ستسقط كما سقطت الشيوعية، وأعتقد العالم سيتحول إلى الطريق الثالث اللي هو لا هو شيوعي ولا هو رأسمالي، اللي هو في بعض الضوابط اللي تحقق العدالة الاجتماعية وليس ترك السوق للجميع. حضرتك بتتكلم سيادة العميد عن احتشاد في ميادين، يعني بالتالي سنشهد بعض الدول تصبح لها حروب داخلية أو حتى حروب من أطراف خارجية؟ الاحتراب الداخلي ما بيبدأش مرة واحدة، لكن يبدأ بشرارة مثل هكذا. ربما من مرة لمرة، حتى ممكن من جيل لجيل، يعني تنفلت الأمور وتسقط أنظمة. وعشان كده هرجع للي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميونخ، أن الدولة الوطنية هي المهددة في سواء كان، هو طبعا كان بيشير على الدولة لكن أنا أعممها على الكل. فبالتالي إن الأنظمة ما عملتش خطوات في العدالة الاجتماعية، وفي ان احنا ما نبقاش مساواه زي الشيوعيه، لكن يبقى في من حق الجميع العيشه بكرامه، ما يبقاش في ناس معاها مليارات وناس بتاكل من القمامه. اعتقد العالم اللي هو بعد وستفاليا، اللي هو صوره العالم اللي بتحكمنا من بدايه القرن ال 18، اعتقد ستسقط وربما تشكل يعني نموذج اخر، ربما يكون النزعه القوميه فيه والعرقيه اكثر، ربما يكون النزعه يعني كره رؤوس الاموال اكثر. فانا اعتقد الموضوع ده يعني، وفي ناس كتير بتشتغل عليه في بحوث، انا بشتغل عليه على فكره، لان العالم اعتقد سيتغير، وان الموضوع ليس كله مؤامره بالنسبه لاوروبا كما يروج له البعض.
خرجت حركة السترات الصفراء في احتجاجات جديدة للسبت الرابع عشر في باريس وعدد من المدن الفرنسية بعد 3 أشهر من الحراك الشعبي غير المسبوق المناهض لسياسات الرئيس ماكرون الإصلاحية. من جهتها حذرت شرطة باريس من أنها لا تستبعد أن تجري خلال هذين اليومين تجمعات غير رسمية، مؤكدة أنها ستنشر العدد المناسب من القوات لضمان أمن العاصمة الفرنسية. حصل مكتب مولر المكلف بتحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية على أدلة تثبت تخابر روجرسون المستشار السابق لترامب مع موقع ويكيليكس الذي فضح ممارسات الاستخبارات الأمريكية. وذكر مكتب مولر أن السلطات الأمريكية خلال التحقيق بقضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية كشف عن مراسلات أجراها ستون كانت وراء اختراق خوادم الحزب الديمقراطي الأمريكي قبل الانتخابات، كما كشفت عن خابر ستون مع موقع ويكيليكس. فاجأ أحد مشجعي مانشستر يونايتد الإنجليزي فاجأ حبيبته بطلب الزواج منها أمام الكاميرات على مدرجات ملعب أولد ترافورد المعروف بمسرح الأحلام، واختار الخطيب النرويجي مكانا وزمانا مميزين لطلب يد صديقته أثناء جولة لزيارة معقل الشياطين الحمر في عيد الحب. وجلس أندرياس على ركبته وقدم لصديقته أنغريد خاتم الخطبة لتعلن الفتاة موافقتها على الفور. تعود دقة ساسكس ميغان ماركل للظهور على شاشة السينما من جديد، ولكن من خلال فيلم شاركت في بطولته قبل 8 أعوام. واختارت شركة التوزيع فيلم The Boys and the Girls Guide to Getting Down من بطولة ماركل من أجل طرحه في سينمات أمريكا الشمالية فقط. وتم عرض الفيلم للمرة الأولى في عام 2011 كفيلم تلفزيوني. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل ونواصل بعده نشرة المصر اليوم من القاهرة. الناس تابعونا. عودة مرة أخرى لنشرة المصر اليوم من القاهرة والناس. أما الآن موعدنا مع مقال اليوم من المصر اليوم. تحت عنوان البغدادي والخوارج يكتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق في عدد الأحد من المصر اليوم متحدثا عن مستقبل التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط في ظل الهزائم التي تتوالى عليهم، مؤكدا أن مثل هذه التنظيمات مع الهزيمة والتراجع تنقسم على نفسها، موضحا أنه لم يندهش في تداول وسائل الإعلام الدولية عن وجود انقلابات داخلية في داعش، مضيفا أن الإرهاب في مراحله الأخيرة، وفي مثل هذه الحالة قد يقدم الإرهابيون على عمليات أكثر جنونا، لذا لا يجب أن نتصور أن المعركة قد انتهت. بالعودة لسيادة العميد مرة أخرى، يمكن نتحدث عن الانقلابات الداخلية ما بين هذه الجماعات الإرهابية المصنفة إرهابيا، هل بتعتقد سيادة العميد أن هذه الجماعات إذا انقسمت ستنقسم على نفسها وستكون ربما أضعف ولكن أكثر وحشية كما أشار الكاتب؟ لا، بالواقع ما حصلش ده. يعني داعش هو انقلاب من أبو بكر البغدادي على تنظيم القاعدة على أيمن الظواهري، يعني هو كان بيتبع أيمن الظواهري، لما انقلب بقى تنظيم داعش أكثر وحشية من تنظيم القاعدة. نعم. والتنظيم داعش نفسه لو طلع منه انقلاب بيكون أكثر وحشية من داعش، فتخيلي هيبقى في أكثر وحشية من داعش. أنا عايز أوجز عشان إحنا الوقت مش كتير. داعش دلوقتي انتقلت من الرعب المكاني اللي بتسيطر على أرض معينة وتسميها دولة إلى إنها موجودة كخلايا نائمة بتطلع بكر وفر تهجم على مناطق تعمل خسائر تفجر وتمشي، لكن الرعب لازال موجود. العدد ربما بيحكوا في 30,000، لكن لابد أن ندرك أن داعش هي فكرة. داعش مش أبو بكر البغدادي والقيادات اللي معاه، يعني أو أبو محمد العدناني أو غيره، أبو مصعب الزرقاوي اللي هو من بداية التنظيم. هي فكرة، الفكرة دي لو ما هزمناش الفكرة نفسها هتفضل موجودة، حتى لو كل دول يعني قتلوا هيطلع آخرين. الفكرة، اهزم الفكرة في الوقت اللي القوات انفاذ القانون بتهزم القوات.
وباعتبار السيد حلمي نمنم كان وزير ثقافه، الثقافه لها دور في الموضوع ده. صحيح. يعني الثقافه في مصر وفي كل وفي العراق وفي كل في كل المناطق، واللي ده اتكلم فيه برضو الرئيس هي النهارده. كقوه ناعمه بطبيعتها. كقوه ناعمه، وفي دور للمؤسسات الدينيه كلها وعلى راسها الازهر الشريف ان احنا نهزم الفكره. لكن هي مش فكره دينيه، هي فكره كل منحرف، كل شاذ، كل حاقد، كل ناقم على مجتمعه، كل ناقم على الانسانيه، مش فكره دينيه ابدا. ولكن حتى الكروسيدر لما يعني الحملات الصليبيه ما كان في اساسها مش دينيه، هي اجتماعية. فكره اطماع سياسيه، اطماع توسعيه، مش فكره الدين بريء. كل الاديان السماويه بريئه من التطرف ومن داعش وكل التنظيمات. لكن موضوع انها قريبا ممكن تنتهي قريبا ونقضي عليها، لكن على المدى البعيد الا تسمح بجيل جديد. دي بقى ثقافة وتنمية. وهذا كان هو السؤال. جيل جديد أن تقضي يظهر في المستقبل، تقضي على البيئات، على الحواضن، على البيئة الحاضنة التي تؤدي لإصدار هذا الفكر ونموه وانتشاره. ومع مقال اليوم مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية أخبارنا النهاردة. شكرا هاجر. شكرا أمل. شكرا سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا في جولة اليوم. شكرا. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، غدا جولة إخبارية جديدة فقط على ناشط المصري اليوم من القاهرة والناس. دمتم بخير. تابعتم في نشرة اليوم. السيسي أمام ميونخ للأمن، يجب على العالم التوحد لاقتلاع الإرهاب. ميركل: مصر ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا. وزير الصحة تعلن انطلاق حملة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس. خيمة أبناء العبابدة لتنشيط السياحة، أكلات ورقصات ومشغولات يدوية. نتنياهو على رأس وفد عسكري إلى موسكو الخميس المقبل. تحت شعار فاضل كيل، السترات الملونة تتظاهر في ألمانيا. مولر يتهم أحد مستشاري ترامب بالتخابر مع ويكليكس. ميغان ماركل تعود للسينما بليلة عزاب جامحة. وحلم النمنم يكتب البغدادي والخوارج.